الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. معك احمد يا باشا. اهلا بيك يا ابو حميد. ازيك؟ احمد كام سنه؟ 26. مرتبط يا ابو حميد؟ كنت خاطب من اسبوعين بالظبط. يا ده لسه طازه الموضوع. طب ايه اللي حصل؟ ممكن طبعا احرجك شويه طبعا. تسمح لي؟ اتفضل، تحت امرك حبيبي. بص، انا بني ادم دي كنا بناخد ماجستير مع بعض، دبلومه يعني. انا هي في حقوق وانا في حقوق، تمام. تعرفت عليها في الاول، تمام. يعني اللي هو في الاول يعني كده كنت واخد الموضوع اللي هو هزار وضحك وكده، هو ما كنتش واخد الموضوع جد يعني. المهم اتعرفت عليها، تمام. اكتشفت ان انا كنت غلطان وان دي بني ادمه كويسه ومحترمه، تمام. وانا ما ينفعش ان انا يعني اللي هو انا يعني اضحك عليها او اللي انا مثلا اقضيها معاها او ان انا اعتبرها نزله في حياتي. المهم طبعا هي كانت اكبر مني بسنتين، فانا طبعا في الاول قلت لها ان انا قدها، كذبت عليها، تمام. وهي صدقت، تمام. واستمرنا على دوت، تمام، حوالي مثلا ايه 6 شهور 7 شهور لحد ما قررت ان انا يعني اخطبها وكده. فطبعا عشان اخش اخطبها لازم اصارحها انا كذبت عليها في ايه. فقلت لها انا اصغر منك. قلت لها انا اصغر منك سنتين وبتاع. طبعا اكتر حاجه هي انا كنت عارف ليها بتكرهها، وكانت بتقول انا بكرهها الكذب، تمام. فقلت لها معلش وبتاع، انا الكذبه دي انا كتبتها عشان ابقى معاكي. في ناس تانية بتكذب كذبه تانية عشان تطلع شكلها كويس، عشان تطلع شكلها حلو. انا مش ناقصني حاجه، انا كل الموضوع كله عندي كان في حوار السن. انا ممكن ما كنتش لقيت نصيبي مثلا في اللي قدي، لقيت نصيبي مثلا في حد اكبر مني، فدي ما فيهاش مشكله، خصوصا هي مش اكبر مني بكتير يعني سنتين. المهم وافقت، تمام، وفعلا خطبتها، تمام، من 2014، تمام، لحد بالظبط يعني اول واحد. ما انتوا داخلين على 2014. انتوا داخلين على 3 سنين اهو بالظبط. فالمهم هي طبعا انا بني ادمه دي انا كنت مديها ثقه كبيره جدا جدا يعني، فما تتخيل. عشان اعرف ليه بني ادمه ناضجه وعقله، تمام. وبعدين هي شغاله في مكان كويس، فاللي هو انا عارف بتقابل جمهور وكده اهوت، فانا عارف ان البني ادمه دي فاهمه وعارفه وبتعرف تتصرف كويس، ببقى مطمن عليها، فاديتها الثقه دي. المهم هي بني ادمه بتحب السفر، بتحب اللي هي بتحب الخروج، بتحب تروح، بتحب تيجي، تمام. انا بطبيعه شغلي انا تاجر، تمام، فاللي هو برضه ببقى بخلص شغلي متاخر. على قد ما كنت بقدر كنت ايه بنحاول نخرج نسافر زي اي اتنين مرتبطين يعني. المهم جت في مره، تمام، قالت لي، او كانت اول مره خالص هتسافر بقى بره مصر، قالت لي انا هسافر دبي، تمام، يعني اغير جو وبتاع مش عارفه، كانت نفسيتها تعبانه الفتره دي. فقلت لها اوكي ماشي سافري، تمام. المهم سافرت ورجعت، تمام، طبعا مبهوره بدبي، كانت اول مره تسافر، تمام، مبهوره يعني السفريه من الاخر كده غيرتها. بس السفريه دي مش دي اللي غيرتها، عشان هي سافرت مره تانية. المره التانية دي بقى هي دي اللي غيرتها. المره التانية بقى لما سافرت انا ما كنتش موافق، فبابها قال لي بص انا مش موافق، لو انت موافق خلاص. هي قعدت تزن وبتاع، قلت لها خلاص انا مش هزعلك، قعدت تقول لي طب ما تيجي معايا، قلت لها انا مش هينفع اجي معاك عشان انا عندي شغل، تمام. وبعدين احنا خلاص كنا السفريه التانية دي احنا كان بعديها خلاص فاضل حوالي شهور ونتجوز يعني. السفريه دي كانت في 2016، كانت في شهر 9، وهي جت قبل عيد ميلادها بكام يوم، عيد ميلادها 1/10. فالمهم جت السفريه دي بقى متغيره تماما. انت ما كنتش بتسال عليا، انت ما كنتش بتطمن عليا وانا هناك. هي سافر بتسافر، معلش سوري، بتسافر لمين هناك؟ هي ليها واحده صاحبتها عايشه هناك، شغاله هناك يعني، وليها بنتين صحابها، اتنين متجوزين يعني هناك عادي يعني، اتنين متجوزين وبتاع. فهي سافرت، بس هي المره الثانيه سافرت خدت واحده يعني، خدت معاها واحده صاحبتها، تمام. فاللي هو طب اوكي انت نفسك تعبانه سافري مفيش مشكله. بيعملوا ايه في دبي؟ بيسافروا يعملوا ايه في دبي؟
والله اسامه بص يعني هو بيبقى يعني هو انا بالنسبه لي عادي ان البني ادم يسافر بره مصر، يعني هو حابب اللي هو يغير جو، ممكن يكون راح كل حته في مصر. بس عايز اقول لك حاجه، اللي بيسافر عايز يغير جو ويسافر بره مصر، عايز يعمل سياحه وعايز يتفرج على اماكن جديده، بيسافر اوروبا، واخد بالك، يسافر امريكا. انما هروح دبي، يبقى انا عندي تارجت انا عارفه دبي. لا لا، ما هو انا اقول لحضرتك على حاجه، هي دبي عشان هي ليها اصحابها هناك. ايوه بس هي دبي شوبينج يعني مشتريات وسهر. ما هي بالظبط شوبينج وسهر، تمام. انا فاهم حاجه زي كده، وانا بقول لك انا من الاول مديها الثقه، بس انا فكره بالنسبه لي برضو ممكن تكون اوروبا والحاجات دي حضرتك تبقى مكلفه عليها هي، تمام. لان هي برضو يعني مش كماديا يعني مش واو، هي موظفه عاديه يعني، تمام. فعادي يعني ممكن تكون دبي ده مثلا يعني اخرها في السفر، تمام. فا اوكي سافرت وجت، لما جت بقى قالت لي انت ما كلمتنيش، انت ما سالتش عليا، مع ان انا كنت بكلمها على طول، كنت بسال عليها. كان على طول ما بين الكوردات ما بيني وما بينها، تمام، عامله ايه، كويسه، مش عارفه ايه. في مره اتخانقنا مع بعض، بتقول لي، بقول لها انت فين، انا واحد صاحب صاحبتي اللي عايشه هناك بيوصلنا وبيجيبنا ومش عارفه ايه، طب انت ازاي ما تقوليليش حاجه زي دي، المفروض انا بعرفها، تمام. ف المهم يعني عدتها وكده اهوت. المهم من ساعه بقى لما رجعت من السفريه دي، وهي عماله انت ما تكونش بتسال عليا ومش عارفه، وسيبنا بعض. كانت اول مره بعد ما رجعت من السفريه الثانيه، عملت المستحيل عشان ارجع لها، واللي انا عايز ارجع لها، انا غلطان مش غلطان، احنا خلاص يعني احنا هنتجوز، تمام. فاللي هو خلاص يعني حاولت اعمل كل حاجه، تمام. اخر ما زهقت بقى، رحت عملت حركه كده مجنونه، رحت عملت لها سربرايز في مكان ما يعني، تمام. حجزت لها مكان كامل وبوسترات، وعزمت اصحابها كلها وكلهم، وعملت كل حاجه معاها، وانا مش بستخسر فيها اي حاجه. واللي كانت بتطلب يعني بتطلب واحد تلاقي 10 قدام الواحد بالمعقولين. قامت قفشه عليك؟ لا ما قفشتش عليا، بالعكس. هي جت في اليوم دوت بقى، هي كانت مسافره السخنه ودبلتها في ايدي من غير ما تقول لي، هي لسه ما لقيتش الدبله، تمام، من غير ما تقول لي. فانا عديت برضو الحوار، كانت مسافره السخنه هي واتنين اصحابها، تمام، مش مع حد، انا متاكد من حاجه زي كده، تمام، بس ما قالتليش. فانا قلت اعدي الحوار، مش هبوظ كل الليله اللي انا عاملها دي، وبعد كده نبقى نتعاتب في القصه دي، تمام. والحمد لله اليوم عدى على خير، ورجعنا ومفيش اي حاجه، والدنيا جميله، واخدت هدايا وناس اتبسطت وخلاص. المهم بعد ما رجعنا نزلنا بقى، خلاص كانت الشقه بتاعتنا خلصت، نزلنا جبنا العفش، وكل واحد كان عليه حاجه جابها ومش عارف ايه والكلام دوت، تمام. قعدنا بعديها مثلا حوالي شهرين او ثلاث شهور، تمام. بعد الشهرين والثلاث شهور دول، تمام، جت حصل موقف. جت في مره بتكلمني، تمام، يوم اربع، بتقول لي انا هنزل من باص الشغل، اروح اجيب في جاكيت عاجبني في الميعاد، عايز اروح اجيبه. قلت لها ما تروحيش، خلينا نروح ايه مع بعضينا. يعني برضه سافرت السخنه من غير ما تقول لك؟ انت بتقول لي ما انا عتبتها، ما انا سوري، ما انت تقول عتبتها. قالت لي انا كنت معتبره ساعتها ان انت سبتني وبتاع ومش عارف، انا كنت مخنوق مش هتكلم معاك، تمام. بص اصل انا عارف حاجات كتير، انا عارف ان انا بص اصل كانت هتقعد تحكي لي حاجات كتير، ما انا عارف هتوصلنا لحاجه واحده في النهايه. انا وصلت لها اوريدي. لا لا ايه، لسه في مفاجاه. طب اديني بقى المفاجاه الكبيره علشان الوقت ما يجريش مني، ويعني اتفضل. خلاص اوكي ماشي. المفاجاه الكبيره ان هي بعد ما سابتني ثاني مره وكده اهوت، تمام. اول ما رجعت، بعد ما رجعت وبتاع يعني، شفت اللي هو البني ادم اللي كان بيوصلها هناك ده، بعت لها صوره على الفيس، صوره بومه كده ومكتوب عليها ايه، شكلك وانت نايمه جنب في العربيه. عملت مشكله كبيره على دي ومش عارفه ايه، عشان الخص عليك يعني، وايه، وباباها كلمني، لا ومفيش حاجه، وانا ساعه موت والدي كلمني وعزني، قلت له واحد يعني اوصلها، هي عايشه في قصه ايه، وصلتها اربع مرات يكلمك وهو هناك، هو شغال هناك، اللي هو يعزيك ومش عارف ايه يعني. انا برضو ايه اللي هو العلاقه مش للدرجه دي يعني. وبعدين المهم، فالمهم عديت الموقف ده برضو، تمام. المهم رحت مكلم، رحت بعد كده، بعد كده بقى ما سبق، بعد كده بقى لما رجعنا وكده هو بعد الحوار دوت، تمام. سابتني تاني، بس المره دي سابتني يعني بطريقه شكلها مش ظريفه. سابتك ازاي يا معلم؟ اقول لحضرتك سابتني ازاي.
اول حاجه قالت اسباب مش حقيقيه فيا ان انا بخيل وان انا بتخسر فيها وان انا ما بقى ما يعني ما اللي هو يعني بصغرها قدام اهلها وحاجات كده. الحاجات دي كلها مش حقيقيه لان هي اهلها او الناس عارفين ان انا ما بستخسرش فيها حاجه ولا بستخسر فيهم حاجه. جميل. وايه تاني غير انك بخيل؟ وان انا ان هي حاولت تغير فيا وانا ما اتغيرتش ومش عارف ايه وكل الكلام ده. انا كل الكلام ده انا عارف اللي هو كدب وانا كنت عارف ان في حاجه تمام. المهم سبتها تمام. انت ما حدفتليش القنبله برضو اللي انت عايز تحدفها لي. عايز اقول لك بس القنبله مش ينفع دي غير لما احكي علشان برضو. طب انا عشان ما توهش منك. طب كمل اتفضل. بس يا ريت يعني نلم الامور في بعض. حاضر حنجز. حاضر اوكي. المهم فالمهم جت يوم اليوم ده نزلنا خرجنا خروجه قفشنا قفشه هبله تمام يوم الخميس. جت يوم الجمعه بتكلمني تمام. خلينا مع بعض. قفلت التليفون رحت لها البيت لقيتهم محضرين بقى الحاجه شبكه والهدايا وكل حاجه. فالمهم طب ايه مفيش. ومامتها قفشه وباباها الوحيد هو اللي كان متعاطف معاها شويه. طب خلاص انتوا عايزين ايه؟ عملت يعني المفروض هي سايبه عربين الحاجات اللي دافعاها خلاص انت شيليها بقى انت اللي سايبه. انا 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 ما لبستش حاجه مش بتاعتي تمام. المهم فروحت اديتهم العربين بتاعت الحاجات اللي هم دفعوها وانا قاعد تمام. رحت واخد استلها رحت واخد الشبكه بتاعتي ونازل تمام. قلت بقى اكلمها من 1/1/2017 يوم ايه بقى قلت اكلمها وايه نرجع الدنيا وبتاع برضه الشقه خلصت واتفرشت وايه مش هينفع تمام. المهم كلمتها ما ردتش عليا. رحت مكلمها قالت لي بقول لك ايه احنا مش كل حاجه ما بيننا خلصت ما تكلمنيش تاني ومش عارف ايه الكلام ده. افتكرت ان خطها كان باسمي. رحت تاني يوم الشركه طلعت اخر 3 ارقام اخر 72 ساعه طلع لي الرقم في من ضمن الرقم في رقم انا عارفهم الرقم الثالث. الرقم الثالث ده طلعته ظهر لي باسم الشخص اللي هو بقى كان باعت لها اللي كان بيوصلها وبعت لها الموضوع اللي على الفيسبوك. يعني هي عملت هي اتعرفت على الولد هناك والقصه كملت والحياه لذيذه. مكالمات الساعه 7:52 دقيقه الصبح يعني مفيش حد طبيعي بيتكلم حد الصبح بدري قوي كده يعني يعني مفيش. المهم ايه رحت مكلمهم وجاي قالت لا مفيش الكلام ده. قلت لها الشركه مش هتكذب عليا على فكره وانت نسيتي ان الخط باسم. المهم راحت قفلت معايا قلت لباباها. باباها قال انا عارف وبعدين طبعا خلاص ما يعني انت ما عندكش حاجه عندها وبتاع انا عارف هو مش حاجه ممكن تكون بيتكلموا عادي ومش عارفه ايه. ومامتها قالت لها قدامي لما طلعت لها البيت بقى عشان اواجهها تاني كلمي واحد وكلمي مليون ما حدش ليه عندي حاجه. قلت لهم شكرا ورحت واخد بعضي وايه ونازل. انتوا خلاص انتوا راضيين كده وراضيين بنتكم تعمل كده معايا خلاص ده الموضوع باين. الموضوع مش كانش محتاج اكتر من كده. الموضوع باين واضح زي الشمس. واخد بعضي وماشي تمام. المهم لقيت الاخ ده بقى بيكلمني بالليل بيقول لي ايه انت لو كلمتها تاني او شفت رقمها عندها تاني او حد من عندك اتعرض لها انا اللي هقفلكوا وانا 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 سبع الرجال يعني. قلت له بقول لك ايه عجبك؟ قال لي قلت له خدها انا في 3 مليون واحده تاني ممكن انا يعني ان انا اتجوزهم بس ما دام دي عجبك وكده خدها بس على الاقل انت كنت عارف ان دي بني ادمه في ايديها دبله تمام. وانت مفروض اي بني ادم اي بني انا شايف ان اي حد مخطوب انا لو في واحده مخطوبه ابعد عنها اللي هو اكلمها في الحدود. المهم يعني دلوقتي الموضوع دلوقتي خلص على انتهى ازاي؟ انتهى ان الاخ ده كلمني تاني قال لي انا هتجوزها خلال شهر وهي طبعا غلطت في اهلي وشتمتهم طبعا الريكورد اتسجل كانت واحده خطيبه واحد صاحبي كانت بتكلمها سجلت لها الريكورد ده طبعا هي سمعته لي عشان تعرفني اللي هي فعلا بني ادم مش باقيه وعادي بقى وخلاص بقى على الفيس بشوف بقى يعني اللي هو انا مش مصدق انت بص 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 يا معلم بص يا معلم بص يا معلم اجيب لك من الاخر يا ريت. طيب من الاخر عملت وعدت لها وقامت عامله تاني وعدتها لها وقامت عامله تالت وعدتها لها وقامت عامله رابع وعدتها لها. طول ما انت عمال تعدي يا بيه وهي تعمل وانت تعدي وهي تعمل وانت تعدي انت كده ما بقالكش اي قيمه. الست تحب الراجل اللي يشكمها من الاخر بقى كده. يشكمها يعني مش يضربها قلمين ولا يزعق ولا يشخط، لا يبقى راجل مالي مركزه كده يبقى راجل. انا ما بقولش ان حضرتك مش راجل انما التساهل والتباطؤ والدنيا لما بتبهوأ كده الموضوع بيمسخ خالص بيوصل لمرحلة ان خلاص بقى الموضوع ما فيهوش حاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة ما كانش مفروض تسيبها تسافر اساسا
او ما كانش المفروض هي تسمح لنفسها، مش انت اللي تسيبها، ما كانش المفروض تسمح لنفسها انها تسافر اساسا وهي مخطوبه، لان ده تصرف ارعب من واحده مش مسؤوله ولا ملتزمه. تاني حاجه يعني او تالت حاجه، من الاخر كده ربنا يهني سعيد بسعيده. واحده راحت عينها زاغت على راجل ولا تلزمك، انت عارف دي لو فاتت عليها شهر اتنين تلاتة ورجعت باست رجلك، شوف انا بقولك باست رجلك ولا تلزمك، ولو قلبك لسه بيدق ووجعك دوس عليه برجلك، دوس عليه بجزمتك. وعشان تدوس على قلبك بجزمتك بقى بجد يعني، اعملها بلوك على الفيسبوك وبلوك على كل حاجة وبلوك على النمرة وبلوك على اي حاجة وبلوك على وشها وعلى خلقتها بحيث ما تفتكرهاش تاني. بسيطة. نيكست. انت قايل في 3 مليون واحدة، منتهى البساطة. نيكست، اسهل كلمة تتقال.